وبمناسبة يوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، افتتحت الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة أعمال المؤتمر السنوي لهذا اليوم بنسخته 10. وأكدت وكيل الوزارة أن حكومة مملكة البحرين أولت جل اهتمامها بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث ارتكزت رؤية البحرين الاقتصادية 2030 على الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج ومستدام قادر على المنافسة عالميا. وفي إطار السعي لتطوير المؤسسات الناشئة، تم تشكيل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي أصبح اليوم نموذجا ناجحا لتوحيد الجهود ومشاركة الموارد لوضع الخطط والمبادرات والبرامج الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني، حيث تمكن المجلس ومنذ اعتماد استراتيجيته في فبراير 2018 من تنفيذ 73% من مجمل المبادرات حتى نهاية 2021، الأمر الذي يشكل دافعا للمضي قدما والسعي لتقديم كل ما يخدم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حرصا من وزارة الصناعة والتجارة وشركائها في المجلس على تنمية هذا القطاع.